بص انا ما اقدرش يعني في الاخر من الجاني ما اقدرش، ما فيش حاجه اسمها كده. الفكره كلها احنا كلنا مسؤولين. انا بالنسبه لي انا مساعد للمدير الفني. انا في الجابون كل الناس قالت ان احنا هو جهاز طبي، لان ده في ناس طلعت في النص قالت لازم يمشوا ما كملش البطوله حتى. يعني هي في الاخر لو انت بتاخد بالاسباب وبتعمل كل حاجه عليك هتقدر. زي ما قلت لك احنا كنا من 1.4 ل 4.10. انا في يعني ارقام تانية ضخمه جدا بس الحقيقه مش من حقي ان انا اعلنها، بس هي الفكره كلها ان هي مسؤوليه مشتركه. بس بالنسبه للي حصل في النادي الاهلي، او اللي حصل في النادي الاهلي كان اكيد اللي انا متاكد منه 100% ان النادي الاهلي واحد من انجح واشطر الاجهزه الطبيه اللي بتشتغل في مصر. النادي الاهلي عنده بروتوكول في علاج الاصابات زيه زي الانديه الاوروبيه بالظبط، والبروتوكولز دي هم اللي عاملينها مش مثلا نقلينها من حد، هم عاملينها وعاملينها وبيمشوا صح جدا وكويس جدا. دكتور خالد محمود والستاف اللي معاه كويسين جدا جدا جدا. هي الفكرة كلها ان سهل ترمي اللوم على شخص واحد، ده عموما في الحياة سهل جدا، بالذات ان الشخص ده مش هيتكلم. انا فاكر كويس جدا انا في الجابون مع كل اللي حصل ده مش فاكر ان انا يمكن طلعت التصريح مرة واحدة، وغير كده انا ما بتكلمش في اي حاجة خالص في اي من الاصابات. انا مش شايف ان الدكتور صح ان هو اللي يطلع ويتكلم. هو في الاخر في اي فريق في الدنيا ليه متحدث اعلامي وليه مدير فني يقدر يطلع ويصرح بكل حاجه في الوقت اللي هو شايفه مناسب. انما فكره انك انت تتهم حد بعينه ان هو سبب في اصابات، لا طبعا ما فيش حاجه اسمها كده. انك تقول ان الجهاز الطبي اثر في حاجه، الجهاز الطبي اثر في حاجه لو اللعيبه دي ما رجعتش في الوقت المطلوب ترجع فيه، او كمان فكره ان هو اتعالج غلط. مفيش حاجه اسمها اتعالج صح واتعالج غلط. في حاجه اسمها ان انت في وقت بتبقى محتاج وقت انك تشوف النتائج او تشوف اللي انت عملته ده هيجيب نتيجه ولا لا، وفي وقت تاني الامور هتطول. ما يعني على سبيل المثال نابي كيتا مثلا قبل كاس الامم الافريقيه قيل في نادي ليفربول ان هو محتاج شهرين للعلاج، راح للدكتور بتاعه في سويسرا فقال له لا انت قدامك شهر وهتلعب. وكانت النتيجه في الاخر ايه؟ كانت النتيجه في الاخر انه رجع واتصاب ورجع واتصاب و و و فهي الفكره كلها لو هو اتعالج غلط في ليفربول صح في ليفربول ولا غلط في سويسرا. انت الفكره كلها انك بتحط كل الاسباب وكل المعطيات قدامك وتبتدي تشتغل عليها. مش بالعاده ان الاطباء بيطلعوا يتكلموا فبالتالي بيتنتشر اقاويل واجتهادات. هي ثقافه عامه واتيتيود زي ما قلت لك اكتر من احنا مش هنغير نكون. احنا كلنا زي بعض، كلنا عندنا نفس الافكار. انا ممكن جدا كمشاهد وكمتابع بحلل حاجات كمشاهد ومتابع انها في الاخر غلط.